reduce talking on the appointment tooth، معروف انه بيعمل ك، ليش؟ لانه بيعمل ك stress breaker، تمام، كابح يعني القوة هذا، تمام. With deep grasp tip placed on the most distal part of the tooth will undergo or downward vertical movement and disengage، تمام، as the distal extension base move tissue word in function، تمام. وطبعا ما بيكونش ظاهر يعني بشكل اكبر يعني، او بهذا بيكون يعني افضل، بيكونش ظاهر يعني بشكل اكبر. التصميم حقه بسيط، التصميم حقه بسيط، كل ما كان ابسط كل ما كان افضل. طيب الجنجيفالي ابروشنج كلاسب، في معك الجنجيفالي ابروشنج كلاسب، في معك ذا ال بار كلاسب، اي بار كلاسب، تمام، او يسمى الروتش كلاسب ار، تمام. ايش هو ذا الاي بار هذا؟ ايش هو، ايش شغله، وايش يعمل، كيف كذا. طبعا في بيفعل معك ريست، بيمتد من جهه الميزيا، جهه الميزيا اللي بيعمل ريست، تمام. وبعدين بيقوم ايش يعمل، يمد ريسبريكيشن او ريسبريكر ار، وينزل لجهة عند الجنجيفا ويمد حقه الارم هكذا على شكل اي لعند منطقة الاندركات اريا، نفس هنا كما اظن في قال لك انه طب اتاكد من حاجة. طبعا في هنا اللي هي في معنى الكلوزر ريست، الكلوزر ريست هنا بتحط انت بمنطقة الميزيال مثلا، منطقة الميزيال، تمام، وبعدين بتمد هكذا ارم، نفس الـ نفس الـ او قصدي حصل بيمتد هكذا الطبيعي الكونكتر من الكونكتر، تمام. وبعدين بيقوم يمد ارم لوين؟ الى منطقة الاندركات. الاندركات هذه يا اما بتكون جهة الميزيال، بتكون بجهة الميزيال، أو بتكون بجهة الديستال، أو بتكون بالسنتر، تمام. قال لك لو كانت بجهة الميزيال فتكون يعني طبيعي، أنت لما تجي تأكل أو كذا بيح يعني الحقيقة الريتنتيف أرم بيهرب هكذا جهة الميزيال، وبهذا بيأديش يعني كأنه يعمل كستريس بريكر، تمام. لكن لو كانت بمنطقة الديستال هنا، لما تجي تضغط هذا السن أو الجزء السن هذا بيعمل إيش؟ بيصدها، بيصد الريتنتيف أرم هذا، بيخلوش يخرج يعني من المكان هذا، تمام. وبهذا يؤدي الى توركينج او قوه شد للاسنان، تمام، اللي هو الاي بار، الاي بار. طبعا هذا في بعد موديفيكيشن يعني، في اللي هو تي شيب، يعني كانه مثلا كانت هنا مثلا في صلى على السنتر وبعدين مد بحق الريتنتيف في ارم جهه الديستال، تمام، وهكذا. مثلا هنا عطل عند الهايت اوف كونتور وبعدين نزل، يعني هم قاموا يحولوا الاي بار هذا الى عدة اشكال وعدة انواع على حسب الاندر كات والهايت اوف كونتور. فهنا مثلا استخدم الهايت اوف كونتور، مثلا عطل عند الهايت اوف كونتور وبعدين نزل حق الارم عند الاندر كات، وهنا لا اكتفى انه مثلا بدل ما يطلع عند الهايت اوف كونتور قام نزل فقط لايش؟ للاندر كات، تمام، والتي وغيرهم. هذا الاي اللي هو يعني اي هذا اللي هو اليو، تمام. الار بي اي، الار بي اي هذا قال لك انه افضل حاجه يعمل ستريس بريكر هو هذا الاي بار. الار بي اي هو افضل واحد او افضل كلاس بيعمل ستريس بريكر، كابح للقوه اللي بتاثر على الاسنان، يعني ما يحدث توركينج للاسنان. لذلك بيستخدموها بحاجه اسمه بري اند سيدو، اي حاجه ستريس بريكر، اي حاجه ستريس بريكر بتذكرها يعرفوا انه بتستخدمه انت بفري اند سيدو، تمام. يعني بفري اند سيدو انت بتحتاج انه الابيوتمنت هذه ما تجيش تشد لجهه منطقه الدنتلس اريا، ما تعمل ليش تروكينج، لذلك بتعمل لي اما الار بي اي، قلنا اول ما يروح بالك بيروح لوين؟ للار بي اي. لكن في حاجات بتحكمك وتخليك تستخدم عده كلاس او كلاسبات اخرى. ايش هي الحاجات هذه؟ انه مثلا في عندك كان سيفير اندر كات، سيفير اندر كات يعني انت بتحتاج انك تضغط هنا وتعمل وهذا وتشد الحقيقه الريتنتيف ارم هذا مشان تطلع بهذا المكان او تسحب على الطقم، وبهذا بيؤدي الى قوه او مزيد من القوه على الاسنان، وبهذا يكون مضايق للبيشن، تمام. لذلك بتستخدم بدل عن، بدلا عن بتستخدم ايش؟ بتستخدم الار بي اي، الار بي اي اذا كان في منطقه الميزيال، يعني كان منطقه الميزيال اندر كات منطقه الميزيال
وكان بس في عندك اندركات يعني سيفير وسيفير تيشو اندركات، يعني بستخدم الار بي اي، لكن الار بي اي لما يكون طبيعي جدا تمام. لكن لو كانت ديستال، قلنا لو كانت ديستال حقك الاندركات ديستال بتعمل بالريفيرس ايكر كلاس، تستخدم الريفيرس ايكر كلاس يعني هكذا بتفعل، بعدين بتمد حقك الارم جهه اللينجوال، بعدين بتمد الارم اللي في ارم لاين منطقه الديستال كما شرحناه سابقا تمام. هذا اللي هو الريفيرس ايكر تمام. الار بي اي هذا في معك انت يعني تصميم حقه هكذا رهيب جدا، بتمد مثلا هذا حقك الطبيعي ماشي طبيعي حقك الكونكتور، بتمد ماينر كونكتور هنا تمام، وبتعمل الريست حقك بشكل طبيعي جدا تمام، يعني منطقة الميزيال من الأسنان بتعمل الريست حقك بشكل طبيعي جدا تمام. هنا أنت بتستخدم الريست إنك تكونش لو كنا مثلا صلحت منطقة الديستال بتكون تسحب السنة لهذا المكان تمام، لكن صلحت منطقة الميزيال، منطقة الميزيال لأن لو قامت تسحب السنة لهذا المكان، قامت تسحب السنة لهذا المكان، هذه السنة بتصد، هذه السنة بتصد تمام. لذلك انت خليت منطقة الميزيال، هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية بعدين انت خلاص طلعت بروكسيمال بليت بيساند الأسنان، وبعدين مديت ريتينتيف ارم منطقة الجنجيفال، يعني بيكونش ظاهر او شكله هكذا مبتذل، بيجي منطقة البكال مش يعني الكلوجر، هذا كان بيفعل ارم من هنا لهنا وبعدين هنا ارم تمام، ريسيبروكال ارم بهذا شكله هكذا شوها تمام. لا هنا هذا مد او اخفى حق الريتينتيف ارم هذا منطقة الجنجيفال يعني ما ظهرش طبعا. الميزة الثانية وطلع عند الميزيال قام مد حق الريتينتيف ارم لمنطقة الاندر كات اريا، وقف تمام، صلح منطقة السنتر ولا منطقة الميزيال. بمجرد ما تجي مثلا تيجي تضغط او كذا، كيف عمله، كيف عمل الستريس بريكر، يعني ايش ايش العمل، قلنا انه ما تجي تضغط او تجي تعمل اي قوة في هذا المكان، هذا بيتحرك شوية ميزيالي هكذا ويفك على الاسنان، يكون في مسافة ما بين السنة وسطح الريتنتيف ارم هذا، وبهذا ما يتحدثش اي توركينج للاسنان تمام، ما يحدثش اي توركينج للسنة تمام. The indication قال لك in distal extension cases as it provides a stress releasing action when tissue undercut are not severe تمام، ما فيش اي tissue undercut ولا حاجة يعني ولا shallow vestibule ولا كذا، بتستخدم ال RBI كأفضل نوع. ال contraindication قال لك shallow vestibule وال high floor of the mouth، طبعا ما يكون ال floor of the mouth high ما بتستخدموش، لأنه أنت بتحتاج إنك تمد أول ما تمد، يعني بتحتاج تمد بالحقيقة الريتنتيف ارم منطقة الجنجيفا، مش تمد اللي بعدين لفوق ال undercut area. طبعا severe tissue or tooth undercut to provide a food tissue trap تمام، كذلك إنك ما تيجي تنزع حقك الطقم تمام. قال لك يفضل ان تكون المنطقة هذه يعني قصده بالشالو ده تكون حوالي 3 ملي، هنا شوفوا اللي هي منطقة اللي هي 2 ملي، صلح ايش استخدم كلاس اخر، لكن هنا استخدم شوفوا استخدم الاربعاء. طبعا الشرح مثل ما شرحناه اول، الديبين كلاس هذا ما يستخدمش، ما تقول لك انه تمد 2 كلاس بعد 2 ريست كذا، والاخر المهم قصته يعني، وبعدين تمد حقه الريتنتيف ارم وتعمله منطقة التنشن، يعني اذا فعلت بتفعل انت 2 ماينر كونكتور من هذا الجهة ومن هذا الجهة، كأنه بالازوليتد تيث يعني كذا تقريبا، وبعدين تمد مرة ثانية، يعني هذا يعني شغلة او شكله شوية معقد وما لهش الفائدة هذيك اللي بيعملها غيره تمام. كومبينيشن كلاسب طبعا في معك نوعين ككومبينيشن، يعني ايش معنى كومبينيشن، في اما في معك انك بتدمج ما بين الجينجيفالي ابروشنج والكلوزلي ابروشنج تمام، او انك بتستخدم نوعين من الالوي، مثلا بتستخدم هنا الريتين تيف ما بتستخدموش، بتقص يعني قصدي وانت بتبني الشعر ما بتعملش الريتين تيف هذا، بتعمل الريسبروكال ارم والريست والى اخره، وتخلي الريتنتيف ارم هذا على الماء
تمام. وبعدين بعد ما تكمل الشغل هذا تقوم تلحن، تاخذ روت واير تلحمه. طبعا ده يكون هذا الجهة كاست جرين ستراكشر، وهذا الجهة روت واير، وبهذا كان كومبينيشن. تمام، لذلك نوعين، يا اما بيكون ككومبينيشن ما بين الجينجيفري ابروش كلاس والاكلوجري ابروش كلاس، او ككومبينيشن ما بين تو ماتيريالز يعني روت واير والكاست جرين. تمام، قالوا روت واير، قالوا تنتف ارم اند كاستد بريسنج ارم. مثلا صلحت اللي البريسنج ارم هذا، صلحته من نوع الكاستد، تمام، اللي هو الميتال. لكن الروتينتيف ارم صلحته كروت. يعني انت مثلا كيف يعني ايش الموضوع، ايش الفائده منه؟ انه وانت تشتري بعدين تنزع لازم يكون في عندك حاجه فليكسيبل، حاجه فليكسيبل. انت كذا تحتاج، انت شفت الحاله هكذا تحتاج الموضوع هذا، تمام، تحتاج انه الروتينتيف حقك الروتينتيف ارم حقك يكون فليكسيبل. فبهذا انت بتصب هذا صب هكذا يعني ككاست كاست بريسنج ارم، تفعل تكمل حق الشغل كامل. بعدين بعد ما تكمل هذا بتقوم تلحم الواير هذا الرود واير كريتين ديف ارم، وبهذا يكون هذا فليكسيبل وهذا ريجيد. تمام، طبعا هنا نرتب اللي هو الكلاس بوث سبلينتنج اكشن، اللي هو الدبل ايكر كلاس والاكستندد ارم كلاس والمالتيبل ايكر كلاس، هذا يفعل كسبلينتنج، يعملوا هكذا سبلينتنج للسنتين. تمام، واللي هو the stress breaker قام رتبهم، شو كيف رتبهم؟ أول ما قال جنجيفل approaching class اللي هو except diving class. تمام، جنجيفل approaching class اللي هي ال I bar اللي هي ال I bar class، ولا في معك ال ال ار بي اي اللي هو افضل كلاس بيعمل ستريس بريكر. تمام، الكلوجري ابروشن كلاس في معك الريفرس ايكر كلاس والباك اكشن كلاس والريفرس باك اكشن كلاس والار بي اي والار ال اس والرينج باوند سيدل ايزوليتد مولر، ايزوليتد مولر في معك سلوت مولر ولا في معك باوند سيدل كومبينيشن كلاس. تريبنج اكشن، هنعرف التريبنج اكشن هذه اللي تكلمنا عليها اول. تمام، طيب هنا قام فعل مقارنة يعني بين الكلوجلي والكينجيفلي ابروشينج، ايش يعني ايش من حيث الافضلية هكذا، او ايش الحاجة اللي يعملوها الكلوجلي ابروشينج والكينجيفلي ابروشينج. تمام، فالكلوجلي ابروشينج من حيث الريتينشن بريسنج اسيتيك توليرانس، تمام، والكاريز يعني تكون الكاريز هذا، والكينجيفلي هي الاكلوجلي الريتينشن حقه طبعا اضعف. قال لك due to tripping action هنا الجينجيفالي بيزيد حق الريتينشن due to tripping action. تمام، بيمسك هكذا بالاندركات بشكل يعني افضل. تمام، وذلك يكون جزء كبير امامه يمنعه من انه يخرج او يخرج من مكانه. تمام، لكن الكلوزلي ابروشنج كذا بمجرد انه توسع ووسع انت شويه تنتع. طب طبيعي، طبعا الريتينشن هنا اكبر. قال لك due to tripping action. تمام، البريسنج قال لك two arms above serpentine line provide bracing. عارفين ان الكلوجلي تبي معك في معك بريسر يعني قصدي انه مثلا في معك الروتينتيف ارم والريسبروكال ارم، هذا بيعملوا منع الحركة الجانبية للطقم بشكل افضل من الانجيفالي ابروشنج. تمام، الاسيرتك او الجمالية طبعا less visible بالجنجيفالي، انت بتمد حقك الارم من جهه الجنجيفالي تطلع له شويه تب حق الارم هذا لما تضغط الاندر كات، بهذا يكون ما هوش ظاهر، ما هوش باين، ما هوش شكله مبتذل هكذا شكل المعدن هكذا امام بالفم، وبهذا بيكون افضل جماليه يعني الجنجيفالي ابروشنج. التولرنس كلهم يعني الجنجيفالي ابروشنج كلاسب ارم اللي فروم جنجيفا كرييتنج سبيس اكيوميليشن فود اند كوزنج ديسكمفورت. تمام، معنى يعني كلهم عادة يعني أحيانا قال لك إنه جنجيفالي ابروشنج كلاس ار ريليفد
from Gengiva, creating space accumulation food and causing discomfort. Gengiva اللي approaching طبعا قال لك انه في او قال لك انه افضل افضل يعني افضل الافضليه اللي هو الجنيف اللي ابروشنج يعني قصدي الكلوج اللي ابروشنج لكن في الاثنين يعني تمام ولا لكن الجنيف اللي احيانا الجنيف اللي ابروشنج قال لك انه يعمل يعني مع انه ممتد في جهه الجنيف وبهذا بيفعل يعني ممكن او قد ربما يجيب يكون سبيس تمام ما بين هذا الريتينتيف ارم او الارم اللي هو هذا اللي بتمتدبه انت بالجنجفة مع سطح الجنجفة بيؤدي الى اكيميليشن للفوت وبهذا يؤدي الى اريتيشن وديسكمفورت تمام. الكاريز قال لك في الاكلوجالي مور كفرج كل ما كان مور كفرج كل ما كان يتكون كاريز اكثر يعني انه يتكون اول ما فوت واكيميليشن فوت وبعدين بيؤدي الى تكون تسوس increase the risk of caries. طيب ينقف لي هيلث طبعا اللي هو بينقف يعني اللي هو من جهه الجنجفة بفعل ضغط على الجنجفة بيؤدي هذا الى تروما ماي اكيور ديو تو ديستورشن اور ان اديكويت ريليف. ما في عشان انت اديكويت ريليف اللي حقق الجنجفة تمام يعني مش انت حقق الجنجفة ريليف او انه حدث ديستورشن او كذا للميتال بيؤدي الى تروما قدر ما يؤدي الى تروما للجنجفة. لذلك الاكلوجيالي ابروشنج امن امن بشكل افضل من الجنجيفالي ابروشنج تمام. ونهايه المحاضره وان شاء الله استفدنا الجميع والسلام ختام فالانسان سمع ان شاء الله. طيب